الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بداية، المسجد بني لما دعت الحاجة إلى بنائه، حيث إن الأعداد في تلكيف كبيرة والمساجد قليلة، فارتأى المصلون أن يبنوا مسجدا ليجتمعوا فيه وليقيموا فيه هذه الشعيرة العظيمة، ألا وهي شعيرة الصلاة. فتبرع الحاج أحمد الياسين جزاه الله خيرا بهذه الأرض لله عز وجل كبناء مسجد، ثم توالى المحسنون والمتبرعون وشاركهم في ذلك، فبني المسجد على ما هو عليه اليوم. فكان حقيقة هذا المسجد ثمرة جهود جماعية، والكل لهم يد بيضاء حتى وصل المسجد إلى ما هو عليه الآن. عام 1433 هجرية اقترح الأخوة أصحاب المنطقة بإقامة مسجد في هذا المكان، وقمنا بالتبرع بالأرض وإقامة المسجد، وتم بناؤه سنة 1434 للهجرة، وقام بالإشراف على البناء الأخ عبد السلام أبو عبد الله، واشترك عدد من المسلمين بالبناء وبالتبرعات، وتم بناؤه بشكل كامل سنة 1434 لهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قمنا بتسليمه إلى الأوقاف، وكان أول إمام وخطيب الشيخ طه أبو نور، وكادر من الأوقاف تنسب لهذا الجامع، من ضمنهم الأخ وليد والأخ محسن أبو محسن صالح أبو محسن، والأخ خميس أبو فهد، والأخ محمد أبو عبد الله، وبعض الأخوة يتبادلون بين المساجد. أما علاقة الناس بالمسجد فهي علاقة إيمانية روحية عراها لا ينفصم، إنما الذي يجمع المصلين حقيقة الإيمان والأخوة في الله، ونحن في مكان يعني يقطنها أكثر من عشيرة وأكثر من مذهب، بل وأكثر من دين. فنحن في تلكيف عندنا مثل عشائر الطي والجحيش والحديديين والنعيم وغيرهم، فحقيقة علاقة هؤلاء العشائر وهؤلاء المصلين بالمسجد علاقة أخوية فوق كل اعتبار، إنما الذي يجمعهم ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة، والذي يجمعهم قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فذكر الله عز وجل واسم الله عز وجل فوق كل اعتبار وفوق كل مسمى في هذا المسجد.
الحمد لله على كل حال الأجواء جيدة جدا، وما شاء الله الجامع في هذه الأيام المباركة متروس بالمصلين ومتفاهمين وأجواء روحانية أيمانية كاملة إن شاء الله. والله ما شاء الله الحمد لله الجامع أكو من المحسنين، ما شاء الله ما مقصرين على الجامع، وهو تقريبا هسه ما بحاجة شيء، متكامل من كل شيء، وإذا بحاجة فورا تجي الحاجة اللي مطلوبة من المحسنين ما شاء الله. والله الجامع له دور كبير في إصلاح ذات البين، في جمع الصدقات للفقراء، واللي يمكن هسه يتكلمونك عنها مشروع الألف دينار بدأ أيضا من الجامع، وتشجيع من الإمام والخطيب مال الجامع يذكر بيها دائما، وما شاء الله مواقف الجامع زيانة كثيرة فرد مرة. والله إحنا عندنا القضاء توسع فرد مرة، وعندنا أزمة بالمساجد، وما شاء الله القضاء كبير صار، ونزحوا على القضاء مسلمين بكثرة من خارج القضاء، وعندنا بعض الأراضي بها موافقات من الدولة بس ماكو موافقة بالبناء بالمسجد، فنطالب أنه يوافقون على بناء مساجد أخرى بالمنطقة. أما من حيث الأذان فقد توالى ثلة من أهل القضاء لإقامة هذه الشعيرة العظيمة، ألا وهي شعيرة الأذان. فكان ممن كان الإخوة أبو أحمد الشمري وأبو محسن الشمري وأبو فهد الشمري وأبو عبد الله محمد الرجل، وكذلك حسن أبو فلاح وشيخ جمعة أبو محمد، وهذا من الذين يعني ينسبون إلى كادر الأوقاف، بينما المتبرعون والمتطوعون حسبة لوجه الله عز وجل فالأخ حسن أبو فلاح وكثر هم. أن يصوم العام قد تركه تراكم من فلاح،
بينما فضل الله علينا أن جعلنا في أيام محدودة وساعات القلائل محسوبة. تم تبديل الإمام والخطيب بالشيخ رضوان، وهو موظف في الأوقاف وصاحب شهادة جامعية ماجستير في العلوم الدينية، وحاليا هو يقوم بواجب الخطابة والإمامة في المسجد مع التعاون مع بعض الأخوة. الكيف القصبة القديمة واللي داخل حدود البلدية كان فيها ثلاث مساجد: جامع الهدى، وجامع شهداء الأقصى، وجامع خيرات الرحمن. وإحنا قمنا ببناء هذا المسجد على الشارع الحولي من أرضنا الزراعية، يتكون شعب تلكيف من المسلمين، من بعض العشائر العربية المسلمة بل متنوعة، زين، وعايشين بانسجام الحمد لله، والمسجد مفتوح وأمان الحمد لله. أهل المنطقة يعني حيل ودودين ويا المسجد، ويحرصون على الصلوات الخمس، لأن من طبيعة العرب المسلمين أنه يتواجد في المساجد. والمسجد الحمد لله مساحته 500 متر المصلى، وعموم المسجد 2000 متر، وبه مشتملات، وبه مسجد نساء، وبه بيت للإمام والخطيب. وحاليا عندنا موقع الحديقة كبير، نفكر إن شاء الله نقيم بها مدرسة لتعليم القرآن والحديث النبوي الشريف. أما الأجواء الإيمانية في تلكيف فهي أجواء يسودها يعني الروح الإيمانية والروح الأخوية. في رمضان نرى في كل عام تزايد أعداد المصلين، بحيث يعني تلتجئ العشرات منهم إلى الصلاة وإلى القيام وإلى حضور صلاة التراويح. فحقيقة المسجد في هذه الأجواء وهذه الأوقات عبارة عن يعني مهرجان وكرنفال يجمع جميع المسلمين في هذا المكان. فالأصل أن المساجد وجدت يعني لإقام الصلاة ولكذلك بث علوم الشريعة أجمع. فعندنا من المتخصصين ومن المتفرغين ومن المحتسبين أعداد كبيرة يعني تريد أن تدرس وتدرس، لكن الدرس القائم في المسجد درس الشيخ جمعة سليمان عطالله إمام مؤذن وقارئ جامع الياسين، فهو يدرس درس الميراث للطلبة. وكذلك عندنا بعض الدروس منها إقراء القرآن وتعليم صبيان المسلمين القاعدة النورانية، يقوم عليها ثلة من المدرسين ومن المحتسبين في هذا المسجد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
يعد قضاء تل كيف من الأقضية العريقة في محافظة نينوى، ويقع شمال مدينة الموصل وبين محافظتي نينوى ودهوك، ويضم عدد من النواحي، منها ناحية القوش وناحية وانا وناحية فايدة، وبالإضافة إلى ذلك يضم الكثير من القرى التابعة لهذا القضاء. قضاء تل كيف يعد من الأقضية الآمنة والمستقرة والمطمئنة، ويسوده جو من الألفة والمحبة والتعايش السلمي. كما يضم قضاء تل كيف العديد من العشائر، منها عشيرة الطيء والحديديين وعشائر جحيش والأجبور والنعيم وكثير من العشائر الأخرى التي تقطن في هذا القضاء، بالإضافة إلى الديانات الأخرى، منها الديانة المسيحية والديانة اليزيدية، وكل هذه الطوائف تعيش بصورة آمنة ومطمئنة ومتعايشة بصورة كاملة. كذلك أهالي القضاء متعاونين في كل الأمور المعاشية والحياتية والاجتماعية، ويساند ذلك المساجد الموجودة في قضاء تل كيف. فعندما تحدث أي مشكلة في القضاء، يسارع وجهاء وشيوخ وأهالي المنطقة إلى فض النزاع في هذه المنطقة وإنهائه بشكل فوري. وكذلك يساهم الأئمة والأئمة في مساجد تل كيف في التعاون مع أهالي المنطقة لحل النزاعات وفض المشاكل التي تحدث في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أهالي تل كيف يتعايشون بشكل سلمي. أما عن الإغاثة في تل كيف فالحديث عنها يأخذ لونا آخر وطعما متغاير عن غيرهم. فمشروع الإغاثة قام في تل كيف مشروع تصدق ولو بألف دينار، ابتدأه أخونا سيف أحمد أبو خباب بمشاركة بعض أئمة تل كيف وكذلك بعض المحتسبين من مدرسين وخريجين ومحتسبين، فقاموا بمشروع تصدق ولو بألف دينار، فكان لهذا المشروع دورا بارزا ونجاحا باهرا، حيث شاركت مساجد تل كيف بالوعظ والتنبيه والإرشاد واستقصاء أحوال عوائل الفقراء والمحتاجين، فكان لهذا المشروع دور لسد حاجة وخلة كثير من العوائل التي تنتظر يد العون ويد المساعدة من الأغنياء والمحسنين.